طب اسمح لي يا استاذ محي وبدون زعل يعني ده راي يا ريت الجمهور تزعلين يعني. ده راي الجمهور على فكره يعني. انا جاي ازعل. الناس بتقول من كتر ما محي اسماعيل بيعمل الادوار ديت وبيلاقي نفسه فيها يا ريت تسالوه سؤال. يا ريت. انت مريض نفسي يا استاذ؟ طبعا. وانت مريضه وسعيد مريض، كل الناس مرضى. امي لما امي هنا هلا امي في الله انت عايز تقولي لي اقول لا انا مش مريضه. انا عن نفسي اقول رايي انا مش مريضه. انت مش مريضه؟ مريض نفسي؟ لا عمره ما كان مريض. لا انا رجعت في كلامي. هل معقوله انسان يقعد ويتكلم عادي ويقول اراء وحاجات زي كده وربنا مديله عقل ويصبح مريض نفسي؟ انت عارفه من هو المريض النفسي؟ من هو مريض؟ المريض النفسي يعني مشكله الناس في حياته ومأثرة فيه. لا يا حبيبي لا لما اتكلم اسكت انت. لا كلها كده لا انت لما انا اتكلم انت تسكت وانت كمان تسكت. انا مش طايقكم انتوا الاثنين، لا هي ولا انت. احنا هنكمل كلامنا في المرض النفسي اللي احنا فيه. لكن مش قادرين هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني وبرنامجكم قوي قلبك ونواصل. اهلا بكم معنا مشاهدينا مره تانية، ولسه معانا الاستاذ محي اسماعيل والنجم سعيد صالح. قوي قلبك وقوي قلبك قوي كلبك. استاذ سعيد هنرجع تاني لنقطه ازاي احنا المفروض نتعالج يعني وكده، بس قوي قلبك ودوس على الزرار. مش نقول العلاج محي اسماعيل؟ انت يا محي ما بتعرفش تمثل غير دور المجنون. انا خايف احسن تكون مجنون بجد. محي لا يصلح للتمثيل مطلقا. محي كان ممكن يبقى مخرج كويس، كان ممكن يبقى مؤلف كويس، وانا اعرف عنه هذا، له محاولات كتيرة، انما في التمثيل لا حول ولا قوة الا بالله. محي اسماعيل ابحث عن مهنة اخرى احسن لك. الدنك ده انا احترمه. استاذ محمد صلاح. محمد صلاح هو ناخد كويس. محمد صلاح الدين وبحترمه. خد بالك انت عارفه ان محي له اخين، واحد الله يرحمه فايز كان مخرج فايز اسماعيل، والتاني مؤلف بهيج. طبعا بهيج اسماعيل. انا بتكلم عن اللي اتكلم ده، الحقيقه بتكلم كويس قوي. ده رأيه ان انت تعتزل خالص المهنه؟ لا ده مش انا. يعني اذا كان الجنون هو سمه هذا العصر فانا بدي له هذا اللقب برضه، يشرفه ان ياخذ هذا اللقب. انه مجنون؟ انه مجنون. اكيد ده مجنون رسمي، ده اكيد مريض، اكيد ده بيتعالج. استاذ محي انت كل الناس عندك مرضى. لا يعني لما يجي واحد يطلع مثلا يقول سعيد صالح ده مختل في الكوميديا. لا هو ما قالش سعيد. ثانيه واحده لو سمحت. لما اتكلم اسكتي وانت تسكت انت كمان. ماشي يا عم. لما نيجي نقول سعيد صالح مختل في الكوميديا وما بيعرفش يمثل كوميديا، هل هذا الكلام يصح؟ ما يصحش طبعا. لكن احنا هناخد ده من جانب الدعابه، لان العالم فيه مجانين كتار جدا، ده منهم. يعني انت شايف يا استاذ محي ان الاستاذ سعيد صالح، اسمح لي يا استاذ سعيد، متخلف في الكوميديا؟ لا ومريض نفسي؟ لا لا، اصل لما يطلع حد ويتكلم كده فممكن بقى نقول كل الناس بقى متخلفه ومرضى ومجانين وكده. يعني انا عايز افهم، كان العالم فيه مسحه جنون والعالم دلوقتي فقد توازنه. البرنامج اسمه قوي قلبك قوي ولا كلبك؟ لا قوي قلبك. على فكره الكلاب ميزانيتها في امريكا 100 مليار دولار في السنه. على فكره احنا ما بنتكلمش النهارده عن الكلاب، احنا النهارده بنتكلم عن الفن والنجوم. استاذ محي انا عايز افهم حاجه، الناس دي كلها، الجمهور ده كله اداك توكيلات عامه ان هم مرضى نفسيين وانت بتعبر عنهم وبتعبر عن حياتهم؟ انا ما قلتش كده. لا يعني حضرتك قلت الناس كلها مرضى وانا بعبر عنهم. هل انا صنفت مين الناس المرضى؟ صنفت. لا انا مريض وانت مريضه. حبيبتي العالم فيه 6.5 مليار، نستثني جزء منهم مرضى اللي هم المعوقين والتعبانين والغلابه واللي عايزين يتعالجوا، حاجات كتير. حاجه ثانيه، طيب انا اللي بقدم عقد البشر. استاذ محي قوي قلبك ودوس على الزرار ونشوف راي الناس المرضى اللي معانا ايه. ادوس دوس يا استاذ محي. انت كل شويه هتقف لنا؟ طبعا. الاستاذ محي اسماعيل، فاكر ان التمثيل كله تشنجات وتعصبات، بس انا بشوف كتير من الممثلين ما في التمثيل يعني سهل خالص بالنسبه لهم، بس فهو ما ينفعش يمثل بالتشنجات. مش انا بقول لك العالم فيه مرضى؟ لا ده بقى ده كمان مريض. مش مريض ده معتوه.
والله العظيم عنده عتب. لا يا استاذ استغفر الله. لا انت مش عايز ترد بصراحه. لا ارد لك بصراحه. انت جواك الانا عالي قوي فمش قادر ترد وتقول حاجة. يا جماعه انا ممكن في الدور ده كنت نص عايزين نص. عايزين نرد ردود علميه. خليك صريح. تحب الردود العلميه. مش مريض من جوه وحاسس بالغرور. طب هقول لك حاجه مهمه. وانا جاي للاستوديو دلوقتي. لا ممنوع حضرتك تشرب سجاير واحنا بنسجل. لا هشربه انت مالك. لا ازاي ده طبيعه البرنامج ما ينفعش ان تشرب. اصل انا قابلت واحد فبيقول لي ايه استاذ محي انا معجب بفنك جدا وبتعمل حاجات جميله غير مسبوقه وانا معيش حاجه اهديها لك فممكن اهديك السيجار ده. قلت له انا ما بشربش سجاير. قال لي خلاص ما اشربش ممكن تاكله. قلت له ايه ده عشان انت مجنون تعمل. قلت له اهو ده كمان بتاكل السجاير. بتاكل العيال الصغار. ايه يا استاذ سعيد ثانية واحدة ما ترد يا استاذ سعيد. دي شوكولاتة اتفضل. شوكولاتة اه والله شوكولاتة اتفضل. لا اتفضل بالهنا. هسألك سؤال لما اعمل حاجة زي كده نصنف مجانين ولا بنضحك ونهرج وبنعمل مداعبات؟ اهو سعيد قال اهو اتفضلي. عايزة تصدقي بقى ان دي شوكولاتة؟ طبعا لا. امال دي ايه؟ سيجار. هي سيجار ولا شوكولاتة؟ ايه؟ بصراحة دي لحمة.